هي أول نسخة رسمية لدور الفروسية ينظمه حرس اليزيدي تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للفروسية بحي المنزه بمدينة تمارا ما بين 9 و11 من شتنبر الجاري. القفز على الحواجز دون أخطاء وزمن الجولة عنصران محددان لتفوق الفارس على منافسيه. المشاركة ديالنا اليوم في أول مباراة هنا ماشي ودية لأن كنا كنديرو مباراة ودية هنا في هذا دونك سي اون كومبيتيسيون أوفيسيال. الحمد لله سا سي باس تخي تخي بيان، لي كونديسيون مزيانين، الأرضية ممتازة ونتمناو تكمل المباراة بهذا التراز الحمد لله. أنا أشارك اليوم بهذا الدوري الرسمي. التنظيم في المستوى بالنسبة للأحصنة والفرسان المشاركين وكذلك في الشق المتعلق باستقبال الزوار، الكل على ما يرام، وأنا جد سعيدة بالنتائج التي حصلت عليها اليوم. لي الشرف الكبير لأحل هنا في انتظار ما هو قادم. كل شيء داز مزيان الحمد لله و سي على اوتور ديال لي غران كومبيتيسيون انترناسيونال ومحل اللي شاركت فيهم في الجزائر فين كنت بطل افريقيا ولا هنايا في لو موروكو رويال تور اللي غيكون ان شاء الله اون اكتوبر. الحمد لله داز مزيان، ساليت سون فوت، تكلاسيت بارمي لي دي بروميي الحمد لله إن شاء الله باقي غدا والحد إن شاء الله. سباق قفز الحواجز الذي يتم فيه اختبار الفارس وفرسه كوحدة واحدة لتخطي الموانع قد لا يخلو من المخاطر التي قد تسبب للفارس جروح بسيطة إلى إصابات شديدة، وبالتالي فالتدخل الطبي يظل حاضرا في هذه المسابقات كغيرها. La présence d'Yelin, qu'on n'aya ou le soutien moral d'Yel les cavaliers, ou bien entendu, il a quand chez Sqta, من على الفرس كنكون انا متواجد. الا كانت نقدر نسعف هذيك الساعه كنسعفها لانه عندي جوج ديال السيارات ديال الاسعاف اللي هما راه الاشاره كنسعفها هنا محليا. الا كانت لابد من اشعه او لا من شي حاجه اللي مختصه راه كنديوها للمصحه باش نكملوا هذا التشخيص ديالنا وبيان اونتوندي المعالجه من بعد. الفئات المشاركة في دور الفروسية تجمع بين المدنيين والعسكريين من مختلف الفئات العمرية. أزيد من 240 فارس يشاركون في هذا الدور يسعون إلى تحقيق اللقب من خلال الإعلان عن الفارس الفائز خلال فعالية الاختتام يوم الأحد 11 من شتنبر الجاري.